شهدت الإسكندرية اليوم جريمة قتل غريبة من نوعها، جريمة قتل تفاصيلها غريبة جدا. الجريمة اللي حصلت في منطقة الحضرة وبالتحديد في شارع الإزالة في وسط الإسكندرية كانت بدايتها حوالي الساعة 1:30-2 الظهر، لما فوجئ سكان الشارع بنزول ولد عنده 14 سنة بيجري من باب عمارة، يعني زي ما يتقال كده ايه، بيجري مهرود وعلى وشه ملامح الخوف والقلق وشكله غريب جدا، وكل اللي عليه بيقول جدي وجدتي اتقتلوا واللي قتلهم خالي. الولد كان في حالة رعب وفزع شديد وهو نازل من باب العمارة، والناس بتجري عليه ومستغربين شكله، في ايه في ايه، قال لك جدي وجدتي اتقتلوا واللي قتلهم خالي. دي القصة اللي بدأت وابتدى يتعرف ان في راجل مسن عنده 81 سنة واسمه عباس، وزوجته اسمها نجاه عندها 80 سنة اتقتلوا في الاسكندرية. ولما جت الاسعاف والنيابة تعاين الواقعة، لقوا ان في جثتين في منزلهم في 16 شارع الازالة بمنطقة الحضرة في اسكندرية، وان الجثتين دول فيهم طعنات، طعنة للسيدة ناحية الصدر وطعنة للزوج اللي هو المسن اللي عنده 81 سنة ناحية البطن، وتم نقلهم على المشرحة لتشريح الجثة، والنيابة العامة بتباشر التحقيقات. احنا رحنا لمكان الحادث واتكلمنا مع الجيران، واللي كان بدورهم مكانوش يعني كانوا رافضين ان هم يطلعوا يتكلموا معانا، لكن حكولنا تفاصيل الحكاية. الحكاية ان من حوالي 18 سنة جه راجل ومراته ومعاهم ابنه وبنته من كفر الشيخ الاسكندرية. الراجل ده اللي هو الراجل المسن اللي حاليا عنده 81 سنة وزوجته عندها 80 سنة، وكان معاهم ابنه وبنته. الابن ده اتجوز في نفس الشقة اللي كانت بتاعت والده ووالدته، وبعد كده الاب والام اللي هم الراجل المسن والسيدة المسنة نقلوا في مكان تاني. الابن اللي هو بتحوم حواليه الشبهات في وقتها اتجوز وقعد في الشقة دي وخلف بنت، وبعدها سافر كوريا من حوالي 4 أو 5 سنين ورجع من فترة قريبة. لكن كلام الناس اللي هم شهود العيان في المنطقة قالوا ان الشاب ده هو شاب يعني حسن السير والسلوك، ومحدش سمع عنه اي مشاكل، وحتى والده ووالدته محدش سمع عنهم اي مشاكل او عملوا اي مشكلة مع حد طوال 18 سنة اللي كانوا قاعدينهم في الشقة اللي احنا بنتكلم عليها واللي لقوا فيها الجثتين. ساعتها الناس ابتدت تسأل يعني لو رجعنا كده لوقت الحادث، الناس طبعا كل ده اللي كان بيدور في خاطرهم وبيسألوا الحفيد ازاي يعني خالك هو اللي عمل كده. ونفس السؤال احنا سألناه للناس، يعني هل فعلا ممكن يكون الابن هو اللي قتل؟ طب يقتل ليه ابوه وامه؟ في حد يقتل ابوه وامه؟ ده اول سؤال. تاني سؤال وكان مهم جدا، يعني هل في ورث؟ هل في خلافات ما بينهم؟ هل هو اصلا بيتعاطى حاجة؟ هل هو اصلا مهتز نفسيا؟ كانت الاجابات كلها بالنفي، قالوا ان مفيش خلافات بينه وبين ابوه وامه، اللي كان اول اجابة. تاني اجابة قال لك ان مفيش ورث ان هو يعني يقتل ابوه وامه عشانهم. النقطة الثالثة قال لك ان الراجل كويس ما عندوش اي مشكلة نفسية ولا اي حاجة. طيب الوضع ايه بقى؟ قال لك احنا حاليا الولد ما شفناهوش بيزور ابوه وامه من فترة، يعني اخر مرة كان من اسبوع، لكن على كلام احد الجيران اللي هي في الطابق الرابع، يعني هو والده ساكن في الطابق الثالث، والجارة ساكنة في الطابق الرابع، بتقول ان هي شافته النهاردة الصبح في حدود الساعة 6-7 الصبح وهو بيجري ناحية الطابق الرابع. ولما سألته انت بتعمل ايه هنا، قال لها انا كنت طالع اصلح الدش، وده اللي خلى جزء من الشبهات تحوم ناحيته. حاليا النيابة العامة بتحقق في الموضوع، بتحاول تعرف تفاصيله وملابساته،
وفي نفس الوقت بتسأل اكتر، واحنا كمان بدورنا بنحاول ان احنا نوصل لكم الواقع بعيدا عما قيل في مواقع التواصل الاجتماعي.